حنان من عايد العيد، وإن شاء الله إن شاء الله نحتفل وإياك وأبناء الشعب الكويتي في القريب العاجل في بإذن الله. إن شاء الله بإذن الله. لأن هذه الأرض هذا الوطن عزيز والله العظيم، يعلم الله ويعلم الله مدى شوقنا وحنيننا لهذا الوطن العزيز ولهذا الشعب الوفي اللي ما شفنا منه إلا كل خير ومساندة وعلم خانم. وأقول لهم اللي ما شفنا منهم إلا فعلا إلا كل معزة وكل مواقف طيبة وكل مواقف تبيض وجيههم. هذا شعب والله العظيم إنه حزائنا، مشاعرهم التي تصلنا سواء عبر الواتسابات أو عبر الاتصالات أو عبر السلام من أي طرف يأتي من الكويت، أنها هي العزاء بعد الله سبحانه.